الفاشيه نتاعي ومرحبا بكم في فيديو جديد. الفيديو نتاع اليوم باش نحكي فيها على حاجه مهمه على الاخر، حاجه نعيشوا بها نحن كل يوم، حاجه نمشيو بها نجيو بها ديما معانا، فيسبوك. اول حاجه باش نحكي فيها على الفيسبوك هي اشهر حاجه بيان سور اللي هي البوك. هذاك البوك من انت. الحاجه الثانيه اللي نفد منها في الفيسبوك هي كي تجي انفيتاسيون عند عبد ما نعرفوش ولا عندي معاه ميوتشوال فريندز ولا ريتو في ايفنت. واني ما نعرفكش ابعث لي ميساج عرف بي نفسك يا اخي، قول لي راني فلان الفلاني. I need you for a business inquiry. I need you for a friendship. لماذا؟ ثالث حاجة تفتني في الفيسبوك هي نسيم البيزار. خلينا من سوسو وتوتو وليلي ونانا خلينا من هون لكم كوليكي. اغرب الاشياء كون تجيك انفيتاسيون من عند وادي في ايه اكسبتيتنيش. الو عسلامه كوكو سلت يا ولدي. بعدني بالصيف بعث لي انفيتاسيون لازم نكسبتيك بالصيف، ما كاينش نكون عملت جريمه خالفت القانون، اتركني وشأني. الحاجه الرابعه اللي نكره، نسيت حاسيلو. الحاجه اللي بعد، الحاجه الاخرى اللي نكرهها في الفيسبوك كون واحد يمركني في تصويره. نمشي نشوف التصويره هذه نلقى روحي مانيش موجوده في التصويره هذه. التصويره هذه على شنو تحكي؟ على الاخت ولا على الاب ولا على الام؟ ولا تلقاها فيها قلوب ولا تلقاها فيها قمر ولا اني شنو دخلني؟ علاش تركي فيا في التصويره؟ علاه؟ وكل كومنتار يجيني اي نوتيفيكاسيون نحل الفيسبوك نلقى 10 نوتيفيكاسيونات. واو برشا كومنتارات على الفيديوهات نتاعي، واو ام فيمس، واو برشا جمال. نجي نحل الكلهم كومنتارات من التصويره نتاعك. الحاجه الاخرى اللي نكرهها في الفيسبوك كيف عبد يبعث لك ميساج وانت ما تجاوبوش، يا ما ريتش الميساج ولا ريت الميساج وما تنجمش تجاوب، ولا وقتها انت في الحاله نتاعك الحليله ما تنجمش تجاوب، والا anything اي شيء في الحياه نجم تكون انت قاعد يا عصفور هزك، نجم تكون شيء هناك، ينجم يكون خرجت، ينجم يكون طرت ولم تجب على الميساج نتاعو. هو شنو يعمل العبد هذا؟ عسلام الو شوف ما تجاوبنيش، نرى فيك كونكتيره، شوف ما تجاوبنيش، بوان بوان بوان، علامة استفهام، علامة تعجب، شو بيكم طفيتني؟ مطفيتني؟ اوكي مطفيتني، علاش مطفيتني؟ I can't reply right now. هاتو كيف متفاضة تو نجاوبك؟ I have a life. اغزر للحياة، امشي دور للشباك، امشي خذ كاس ماء، امشي اعمل حاجة. نجيو للبارتي نتاع لي جو في الفيسبوك، اللي نكره في الحكاية نتاع لي جو مش لي جو في حد ذاتهم على خاطر يس 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 اللي طير هالي في الجيم تاع الفيسبوك كوني اي نلعب 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 ومن بعد يزمك اد نتاع اني وتعرف لي زامي هذوكم هما كونكتي ديجا وقاعدين يلعبوا في الجو على خاطر قاعده تجيب انفيتاسيون زاد من عندهم هما في الجو ويتعدى نهارين وانت ما عملك حتى حد اد وانت عندك شويه وقت فاضي ماذا بيك تمشي تلعب بالبيت ريسكيو مثلا. اي نيد يور هيلب، اني في امس الحاجه للمساعده تو، وينو صديق لوقت الضيق؟ علاش ما نلقاش اصدقاء توقفوا معايا في وقت المحنه نتاعي؟ مازلنا في لي جو، أكثر حاجة نكرهها في لي جو مش لي زانفيتاسيون تاع لي جو في حد ذاتهم، ولكن لي ستاتو تاع الناس اللي ما تحبش انفيتاسيون تاع جو. نو مانفيتي با جو فيسبوك، انفيت موا ان كافي، ان ديني، ان سورتي، ان سواغي. ما نحبش نخرج معاك، نحب نلعب بالجو، مانيش نانفيتي فيك خاطرني نحبك تجي تلعب بالجو، ليه؟ على خاطرك كي نانفيتيك نربح شوية لايكس في الجو. هذوما البعض من الاشياء التي اكرهها في الفيسبوك. كان فما حاجه حكيت عليها وانت زاد تكرهها كيفي حط لايك على الفيديو. كان فما حاجه انت تكرهها واللي ما حكيتش عليها في الفيسبوك نجم تحطها لي في كومنتير. شير ماي فيديو. اني نقولكم شكرا على المتابعه والى اللقاء.